الزلزال اللي ضرب تركيا وسوريا حدث، وكانت هناك أساسا فرق عاملة من الجمعيات الخيرية والإنسانية الكويتية اللي تقوم بدورها هناك لمساعدة اللاجئين في هذه المنطقة. هذا قبل ما يحدث الزلزال. صحيح، وحدث بوجود والزلزال وقع، وكانوا هؤلاء الجنود المجهولين يقدمون يد العون للمحتاجين في هذه المناطق قبل الزلزال، وعندما وقع الزلزال كانوا جنبا إلى جنب مع اللاجئين ليواصلوا دورهم الرائد في رفع اسم الكويت عاليا في مجال العمل الإنساني، فلهم منا كل التحية والتقدير. بعثة أعضاء جمعية الصفا الإنسانية للأعمال الخيرية عادت إلى البلاد قادمة من جمهورية تركيا الصديقة نتيجة تعرض بعض المناطق في جنوب تركيا لأضرار نتيجة الزلزال. والله الوضع كان مأساوي حقيقة، وصدمة كانت بالنسبة لنا. يعني تخيل أن ما أبي أقول عمارات اللي طاحت، اللي إحنا فيها الفندق، إنه يهتز يمين ويسار وإحنا في الغرف. شنو الوضع؟ ومو سرير اللي اهتز، العمارة كلها اهتزت، ننتظر إنها تسقط فينا. شيء مروع لما طلعنا بالليل وشفنا الناس طالعة تحت هالمطر وتحت هالبرد هذا، فشيء مو بسيط حقيقة، شيء خوف. الطاقم التطوعي وأعضاء الجمعية العاملين على توزيع كسوة الشتاء على الأسر المتعففة والنازحين السوريين في المناطق الواقعة جنوب تركيا خرجوا سالمين من المبنى الذي تعرض لأضرار. حقيقة كانت وقت صعب، أيام مرت صعبة جدا، انقطاع الكهرباء والماء وأيضا الاتصالات، والأرض كانت تمر دائما باهتزازات وزلازل. كنا حقيقة ودنا نكمل، لكن المقام السامي أمرنا أن نخرج ونغادر، وهذا يعني شيء ما نقدر نرده. كنا في نفس الوقت نحاول نقدم مساعدة، وكنا نشيل الجرحى اللي من جراء الزلزال، وقدمنا بعض المساعدات للناس والأهالي. حقيقة هذه الكويت اللي أتوقع أنها يعني عرفت بهذا الشيء وكانت رمز العمل الخيري، إحنا الحمد لله، أقول الحمد لله أن إحنا بخير وسلامة. لحظة كانت خيال، الفندق بكبرة حجمه يتحرك، فنحمد الله على سلامتنا وصول الوطن، والله يجرب خواطر أهل سوريا وتركيا ويرحم موتاهم ويشفي مرضاهم يا رب العالمين. الحمد لله، الكلمة اللي وجهها والله كلمة شكر لجميع القيادات والشعب الكويتي بشكل عام لتواصله، والرسائل اللي شفناها يعني احنا بعز أزمة وفرحنا من تواصلهم، يعني اللي قدموا لنا شيء واجد من شعب ومن حكومة ومن كل شيء. الجهود الكويتية الخيرية مستمرة لدعم النازحين وتقديم العون لهم وإغاثة المنكوبين في ظل هذه الظروف القاسية وبرودة الطقس. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت. معكم هذا التقرير، واستكمالا لما بدأناه معكم من تغطية لأحداث في تركيا وسوريا عقب الزلزال المدمر اللي وقع يوم الاثنين الماضي. وصلت بالأمس بعثة أعضاء جمعية الصفا الإنسانية للأعمال الخيرية وطاقمها التطوعي إلى البلاد ضمن المواطنين الكويتيين الذين عادوا إلى الكويت بعد هذا الزلزال. نعم، بعثة جمعية الصفا الإنسانية تواجدت في الأراضي التركية قبل حدوث الكارثة بيوم واحد، وذلك لتوزيع كسوة الشتاء على الأسر المتعففة والنازحين السوريين في المناطق الواقعة جنوب تركيا. اليوم معنا في الاستوديو أحد هؤلاء الرجال، وهو الأستاذ محمد عبد الرحمن الشايع، رئيس مجلس إدارة الصفا الإنسانية للأعمال الخيرية. أستاذ، يعني شنو نقدر نحن نقول؟ يعطيكم ألف عافية على هذه الأعمال الجليلة، والحمد لله على السلامة اللي الله نجاكم من هذه الكارثة، واللي قاعدين نشوف في الصور المؤلمة اللي قاعدين نشوفها في كل مكان بكل بساطة. يعني الحمد لله على السلامة أول شيء. الله يسلمكم، بارك فيكم. يعني أكيد السؤال الأول اللي راح يطري على البال، نحن لو تصف لنا هذه اللحظات الأولى اللي حسيتوا فيها في الهزة الأرضية أو الزلزال اللي حصل في تركيا. مثل ما تفضلت يا أختي، كان اليوم الأول كنا نوزع المواد الغذائية وأيضا الكسوة الشتوية والمازوت يسمونه اللي هو الديزل عشان يتدفون فيه، وقعدنا من الساعة 9 تقريبا الصبح إلى 9 بالليل وإحنا نوزع على أخواننا وأخواتنا اللاجئين السوريين على الحدود التركية السورية في مخيمات اللي هم يسكنونها. رجعنا إلى الفندق، طبعا ذاك اليوم كان تعب وإرهاق وهذا، ورحنا الفندق ونمنا داخل الفندق. فسبحان الله، الساعة 4 الكل أربع الفير 40 ألف
حس في هزة قوية شوية لصحة الناس كلها. أنا واحد من الناس قعدت على السرير وأشوف الغرفة قاعدة تهتز، هي صدمة طبعاً، وأول مرة نشوف يعني حصل عندنا زلزال بسيط للكويت، اهتزت الثريات وهذا فعلاً. الناس كلها خافت. نعم. اليوم المبنى كله يهتز يمين يسار، كله يهتز يمين يسار. شنو أنت تتوقع لما تكون قاعد وقاعد تشوف المنظر هذا وأنت في هذه الغرفة؟ يعني أنا ما توقعت إلا أن هذه الغرفة راح تسقط خلال ثواني. نعم. وأن بيني وبين الموت يعني 5-10 ثواني بالكثير. ما شاء الله يحفظك. فصدمة حقيقة، سواء لي أو لغيري، وأسمع بصراخ برا. نعم. والناس تصرخ وبالممر، وكل واحد يدور رفيجه، يدور صاحبه، يدور أخوه، واللي يطق الغرف يبي الناس تطلع من الغرف وهذا، وأنا قاعد الين وقف الزلزال. قدرت تحس استمرت هذه دقيقتين الهزه هذه، وكل هزه اقوى من هزه كانت. ومثل ما قلت لكم يعني حتى صاحبي محمد الرشيد جزاه الله خير كان يتصل فيني وكان يصرخ يقول لي اطلع. كان برا اثناء الزلزال يعني الواحد نايم وصحى، عسى الله يحفظكم ويحفظ الجميع على كارثه وعلى زلزال مرعب، يعني مثل ما وصفت لنا وللساده المشاهدين. شلون قدرتوا اثناء هذا الزلزال وهذا يعني المشهد انكم تتواصلون مع بعض؟ شلون توصلتوا لبعض؟ اول شيء التليفون، واحد قاعد من النوم وقاعد على صراخ وهزه ورعب، فشلون قدرتوا تتواصلون؟ كانت التليفونات شغاله. نعم. بعدين الكهرباء طفت كلها وكنا في ظلمه، والثريات طاحت والكراسي طاحت داخل الغرف والطاولات، ويعني شيء رهيب حقيقه. نعم. يعني الواحد ما يتخيله الا اللي يشوفه، يشوف امام عينه، مثل ما احنا قاعدين نشوف اليوم الهدام هذا ونشوف المباني سقطت. صحيح. في الدنيا وهذا. فتواصلنا من خلال التليفون، وكان الجو بارد ذيك الليله، وكان ايضا برد ومطر شديد كان، الين التقينا ببعض. من طلع بشورت من الغرفه وكان برد. أيوة. وحافي ما لبس شيء، وطلع من الشارع ما يدري وين يروح حقيقة، يخاف يروح يمين يصير زلزال، يخاف يروح يسار أيضا زلزال. فالناس سبحان الله يعني بيوم مرعب للناس اللي شاهدت هذا المنظر، والكل كان يصرخ، الكل كان يدور على صاحبه، الكل يعني ما بي أنا أمثله بيوم المحشر، لأن يوم المحشر شيء عظيم حقيقة، لكن هذا شيء مصغر إلى يمكن أقول يمكن ناقص 1000% أو أكثر بالنسبة ليوم المحشر. هذا اليوم كان فظيع جدا بالنسبة لكل من شاهد هذه الأحداث. تجربة قاسية، يعني نقدر نحن نقول أستاذ محمد شلون تتعايشون مع هذه التجربة اليوم؟ يعني عقب هذه التجربة اللي مريت فيها، فيها خوف، فيها رعب، فيها صدمة، شلون تتعايشون معها اليوم؟ وخصوصا بعد ما نشوف هذه الصور للدمار اللي خلفتها هذه الزلازل. انا ما ابالغ لكم، لما طلعنا طبعا ما طلعنا الا بعد مشاورات، ما كنا ناويين يعني نرجع الكويت. انا ويا الفريق اللي وياي اتفقنا ان نقعد ونكمل المسيره ونوزع ايضا احتياجات الناس ونوقف ويا الناس، لكن القياده السياسيه جزاها الله خير باتصال معالي وزير الخارجية لي وحثني بالخروج، وقال لي محمد لازم تطلع. قلت له والله ودي أقعد أنا ويا المجموعة لأن الوضع فظيع والناس محتاجتنا. قال لي جزاك الله خير، بس ترى الوضع خطر، لازم تطلعون. هذا أنا أقول لكم ما أبالغ، لما ركبت الباص رايحين حق مدينة من المدن، نبي نطلع من المدينة هذه اللي احنا فيها، غفيت مرتين. نعم. وأصحى على زلزال، حلم. لا لا. أن في زلزال. لا. وصلت الفندق نمت عدة ساعات، صحيت الفجر على أن البلاك عندي ماي قاعد ينزل منه كأنه زلزال. قمت مفزوع. تخزن هذا الشيء عندك بالذاكرة يعني. بالضبط. فأنت تخيل هذا كله، وبعدين قعدنا 18 ساعة في اللوبي، لا أكل لا شرب لا أحد ويانا بروحنا، الناس كلها راحت، ما في مواصلات تودينا، ما في شيء. كان حياة كان مدينة أشباح، هذا ما في مطاعم فاتحة، ما في محطة بنزين، ما في سوبر ماركت، ما في شيء كلش. وكان برد
شديد واحنا باللوبي وكان برد ومسكر الباب وكل شيء. والله ان يعني اعذروني في هذه الكلمه يعني ثلاث اندروير انا لابس مع البنطلون مع القميص مع البلوفر اثنين مع الكوت مع الحاف، احنا قاعدين باللوبي وانفض من البرد، فما بالكم بالمساكين اللي كانوا تحت. صحيح. احنا النبي استاذ محمد يعني اسال الله يحفظكم واسال الله يرحم الموتى ويشافي الجرحى يا رب العالمين. اثناء هذا الزلزال وحدوث هذه الكارثه والوضع اللي صورته لنا والمشهد اللي نقلته لنا اثناء تواجدك هناك، شنو يعني اصعب المشاهد اللي انت شفتها اثناء خروجك من الفندق اثناء يعني مروركم بالمنازل اللي سقطت على انا قبل لا نطلع الله يرحم قبل الموتى ويشفي الجرحى يا رب. امين اللهم امين. قبل لا نطلع الاخوه والاخوات السوريين اللي تهدمت بيوتها جت عندنا بالفندق تحتمي بالفندق هي ويا اطفالها، اللي فقد طفله، اللي فقد امه، المكسور اللي ما يقدر يمشي ظهره مكسور عندنا بالفندق ويبون اسعافات يبون هذا، قمنا احنا وياهم. شفت لي انا تكاسي ووقفتها، اعطيت الاجره للتاكسي عشان يودي المستشفى حق الناس. كان مشهد مرعب وقاعدين يعني احنا هل احنا نشوف انفسنا واحنا بصحه وعافيه الحمد لله ولا نشوف هذول المرضى اللي امامنا. اليوم طلعنا وجدت الشوارع مكسره، وجدت السيارات ساقطه بالشوارع، السياره اللي محترقه، يعني فيلم رعب حقيقه. بيوت ساقطه. عندي احنا مدير المكتب اللي يعني تعامل وياه هناك طاح ايضا على اهله، بس الله نجاهم وطلعوا. وين سكنوا؟ سكنوا بالسياره، ما في مكان يسكنون فيه. كثير من الناس ما عندهم سكن هناك، ما يدرون وين يروحون. يعني كانت مشاهد مؤلمة. بالضبط والله بالضبط. عمارات سقطت يعني خلال ثواني، يعني احنا بيننا وبين الموت مثل ما قلت لكم ثواني. والله كنت انتظر ان الغرفة تسقط وينتهي امري خلاص. كنت اتشهد ذاك الوقت يعني الله سبحانه وتعالى نجانا. ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. نسمع من زمان كنا نسمع هذا الحديث بس يعني نسمع خلاص، لكن لما شاهدت هذا المشهد فعلا وكان حادثه قبلها بيوم معي ومع ارملتين ثنتين، كنت المره الماضيه كنت عند ارمله من الارامل في المهجرين اللي بين الحدود السوريه التركيه، يومي تطلع من مخيمها طلعت وراي بسرعه وما كان في احد، قالت لي شيخ لا تخليني، قعدت اطالعها قلت لها ان شاء الله. يعني لما تقول لا تخليني ما قالتها من عبط، بنتها عمرها 6 سنوات تلقط العلب تلقط البلاستيك ويبيعون الكيلو ب10 ليرات. تبي تاكل تبي اي شيء. فلما جيت هالمره هذه انا قلت ابي اروح لها، مع انه ما في توزيع عند المخيم لانه موزعين له عندنا مخيمات ثانيه بنوزع لهم. فرحت قلت ابي اروح لها وراح ادخل عليك اني نازل عليها من السماء تستبشر، وانا اهنئ اخواني واخواتي المساهمين. المبلغ اللي انا اعطيته اياه من المساهم اللي دفع دينار و100 و1000، يعني انا لما اجمع هذا المبلغ القليل اللي اعطيته اياه من 1000 واحد راح ياخذ اجر كل واحد فيهم. لما ترفع ايدينها تقول جزاكم الله خير، الله يفرج عنكم مثل ما فرجتوا عني. انا في محنه، انا في الم، انا في هم وغم، انا زوجي مو عندي زوجي، ما ادري ايش اسوي بالاطفال اللي عندي. والثاني الحادث الثاني لما رحنا المكتب اللي نتعامل وياه، جيت بطلع من السياره ولا الام ويا بنتها واقفه عند الباب ما تبين انزل. قلت لها امري، والله خليك يا شيخ، الله يخليك، قلت لها خليني انزل يصير خير. نزلت صعدت فوق، قلت لهم صعدوا اهلي فوق. بس برد هذا كله قبل الزلزال، قبل الزلزال بيوم واحد. وصعدت فوق قلت لها امري، فانت يعني مسكينه فقيره ارمله وكانت تنتظر زوجها من 5 سنوات ما تدري وينه. قلت لها امري، قالت لي ما عندي شيء، ما عندي اكل، ما عندي. تقول لي اجمع انتم بكرامه الاحذيه المقطعه بالشوارع عند الزبايل والاقمشه المقطعه اعطيها احطها ادف اولادي الصغار في هذه الاحذيه هاي تدفون. ما عندي شيء، اعطي بنتي 5 ليرات باليوم. تبكي بنتي عمرها 16 سنه او 17 سنه تقول يما 5 ليرات شو تسوي لي، انا صديقاتي عندهم وانا ما عندي شيء. قلت لها امري، قالت لي محتاجه
قلت له تفضلي، ومشوا لها راتب. يعني انصدمت هذه الأم ورفعت يدينها، الله يوفقكم، الله ييسر أموركم. فالمشهد هذا اللي شفته أنا بالفندق، وأتذكر بس ثنتين هذا، فما بالكم بآلاف نطعمهم. الله سبحانه وتعالى وقانا من شر، يعطيكم الف عافيه. كان يعني يبي ينهينا حقيقه فعلا. يعني هذه الاعمال الخيره هي اللي بالنهايه، يعني شنو نقدر نحن نقول؟ يعني كلام كافي. يعني بالبدايه كنت تتكلم عن حزنك بسبب عودتك للكويت ورغبتك بالبقاء لمد يد العون، لكن في نفس الوقت نشوف الفسحه الكويتيه. يمكن احنا كشعب قاعدين نشوف دورنا من ناحيه التبرع، من ناحيه التطوع، وهذه الهيئات التي تذهب باسم دوله الكويت وتقوم بمساعده المنكوبين من الزلزال، هذا شيء لا يزال، وان كنتوا زعلانين ان رديتوا، لكن هذا شيء ايضا يبعث بنوع من الرضا او نوع من الفخر في ان احنا لا نزال موجودين باسم دولة الكويت في هذه الأماكن المنكوبة. نعم، يعني الكويت دائما سباقة، دائما من أول الدول اللي تفزع حق الدول المنكوبة، دائما هي اللي تبادر وتصنع المعروف لأخوانهم وأخواتهم المتضررين. اليوم احنا لما نشاهد من سمو الأمير حفظه الله وولي عهده الأمين، وأيضا اتصال معالي وزير خارجية فيني ينصحني يقول لي محمد اطلع اطلع لا تقعد، يعني بنفسه وزير الخارجية يقول لي اطلع، وأشوف أنا المعونات والجسر الجوي اللي الكويت أرسلته لإخواننا وأخواتنا الأتراك في ذيك المناطق. نعم. شيء مو بسيط يعني حقيقة. احنا نبي نرجع، ما عندنا لا طيارة، ما عندنا حجز، ما عندنا شيء. قالوا لنا هذه الطيارات العسكرية جاية الحين تبي تنزل المعونات، لو إذا ترجعون وياها. قلت لهم أنا ما أتحمل، أنا يعني ما أقدر أركب الطيارة العسكرية، حتى لو طولنا وخذينا وقت طويل بالحجوزات ما عندنا مشكلة. طلعنا إلى أنقرة 5 ساعات بالسيارة، بعد ذلك طرنا من أنقرة إلى إسطنبول وجينا إلى الكويت. اليوم الكويت سواء ممثلة بصاحب السمو أو بالشعب الكويتي، يعني فزعة والله. يعني الواحد ما بيقول حقه ما يفزع، لا الحمد لله يفزع، بس لإخوانهم لما يشوفون هذه المشاهد ويشوفون الناس محتاجة. يعني احنا بس أهم شيء إن نوصل صورة حقيقية للحدث، نوصل حاجة الناس لأيضا المتبرعين. والله الناس ما تقصر، والله اللي راتبه قليل قط راتبه كله. والله أشوف ناس يقول ما عندي والله إلا 20 دينار و40 و50 دينار أبي أتبرع فيه، يكسر خاطر لما يقول لي كذي، بس ما أقدر أقول له لا، أقول له جزاك الله، لأني أنا متيقن إن الله سبحانه وتعالى راح يضاعف له هذا، سواء بالمال أو دفع شر عنه أو إنه يخزن له إلى يوم القيامة وتصبح مثل الجبال هذه الصدقة. فهذا مو غريب على أهل الكويت والقيادة السياسية. نعم، هذا شيء يعني ما هو غريب على قيادتنا السياسية ويعني وشعبنا الكريم المعطاء. أسأل الله يديم الأمن والأمان والرخاء علينا ويزيدنا من خيره ويعيننا على مد يد العون إن شاء الله لجميع المحتاجين في دول العالم. أستاذ محمد عبد الرحمن الشايع، رئيس إدارة الصفاء الإنسانية للأعمال الخيرية، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا كريما معنا في العالم هذا الصباح، وحافظك الله إن شاء الله. أنا أشكركم شكر جزيل، وأنا أعتذر أني خذيت من وقتكم، لكن حبيت أوصل صورة حية للوضع اللي كان هناك. أقولها مرة ثانية وعاشرة، أنا حزين أني رجعت، لكن اخوانك موجودين ان شاء الله باذن الله، ما يقصرون ان شاء الله، وتوصل بالسلامه باذن الله. الحمد لله على السلامه. الله يسلم عمرك، مشكورين ما قصرت. الله يسلمك.